التوبة إلى الله جل وعلا من الذنوب، سواء كانت في حقه سبحانه بتحقيق شروطها الثلاثة: الإقلاع عن الذنوب والمعاصي، الندم على فعلها، العزم على ألا يعود إليها مرة أخرى. رمضان فرصة لتقوية الإيمان، ولهذا ختمه بالحكمة: لعلكم تتقون. وشوف، ختم الصدر وختم العجوز، حتى الآية الأخيرة 87 كذلك: يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. وفي البداية بالحكمة، في ختام الآية الأولى بالتقوى، وفي ختامها بالتقوى، دليل عظيم على أهمية هذه الفريضة، وأنها سبب موصل إلى تقوى الله جل وعلا ورضوانه.